شخص أتحمل مسؤوليتي وكنطلب أنني أناشد جلالة الملك محمد السادس أنني أي واحد قلت لي بشي كلام خطأ أو ليس ثابت بحقه كنطلب المحكمة العليا تحكم عليا بعقصة عقوبة. واخا أنت عندك الدلائل، عندك بزاف أمور، عندك البلان، عندك التصاور ديال الأرض، شحال من هكتار فيها الأرض؟ عندي 3 أونص ديال الهكتارات ديال الأرض ديالي، 3 أونص وعندي التصميم ديالي راه هو فين هو نجبدو لك. الأم ديالك كانت عاطيه هي اللي دايره لك الوكالة باش أنك تصرف. أنا هنا هي فينايا أنني سيدي مشا الناس غيشاهدوك ان شاء الله على المباشر باذن الله تعالى. مشكل اللي ولينا كنشاهدوه بزاف بزاف دابا تقريبا خصوصا في الاراضي، هاد الناس كيفاش كيستولوا على الارض، ان شاء نموذج من هاد الناس هادو غتعاود لينا كيفاش توقع لك هي يستولوا على الارض ديالك بدون موجب حق، ما علموك ما مدوا معاكم ما حتى حاجه، حتى كتفاجئوا بالليل ونهار ان الارض ديالكم غدار فيها وزيد شنو غيدير فيها. السلام عليكم، عاودينا شنو وقع اي عام بعد 2023 هذا العام هذه السنه شنو وقع لكم اليوم سيدي؟ انني عندي ارض جدي مده من 1920 الى 1979، جدي اللي والد يمي مجاهد رقوش ولد مجاهد عائشه بنتين، هذا جدي في العهد ديالو في الايام الاستعمار كيحرثها بالزرع وبالقمح مدة 70 سنة، وتوفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين. اليوم السيد ملي توفى في 1979 خلى بنتين مجاهد رقوش ومجاهد عائشة، هاد الناس هاد جوج هادو مدة من 1979 الأمي أختها من 1900 ماشي الله يرحمها أختها أنا غنعطيك السنة من 1979 إلى 2020 رحمها الله ماتت، هادي أخت أمي بقات وحدة هي الام ديالي، هي هنا في الدار البيضاء كدير لي الوكاله، كنتكلف انا بهذيك الارض، كتجي لجنه من الرباط بتعليمات سيدنا الله يطول عمره اللي قال لهم اي ارض اللي عنده كيستغلها ذوي الحقوق غادي تحصلوا لي فعلا الله يطول عمره. اليوم سيدنا اعطى امر وعطى التعليمات وجات لجنه مر في هذا 20 عام قال اللي طراش عمره قال لكم شو مشكل كتساك والو الارض بخير مع بخير مده 110 سنوات ما عمرش واحد جا ليها حتى 2023 شنو وقع في 2023 اللي كنت فاجئ انا ما كتمشيوش يومين للارض لا انا ديما فيها انا ديما فيها والام ديالي مسكينه مريضه ها هي فين هي في الحرث ملي كتكون الشتا وكيكون هذيك انا حرثتها في 2018 و2020 وعندي شهود اللي خدموا معايا انا اللي حصدتها وانا كلشي في 2020 مؤخرا. انت كتبقى تماك ولا كتبقى لا انا اي كنبقى تماك انا في الماك ولكن لا دابا ملي دخلوا لي الارض وعبروها ليا وليت كنبات قبل ما لا قبل كاين تماك انا اللي كنحرثها دائما وعندي الشهود حرثتها في 2018 وحرثتها في 2020 اليوم كنتفاجئ بان 3/12/2020 جات لجنه من الرباط مهندس حصوني في ارضي هنا كنتغرب كيف يعقل يا جلالة الملك محمد السادس أعظم ملك وأحسن ملك في العالم هو محمد السادس الله يخليه لينا، كيف يعقل كنطلب من المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن اليوم محمد السادس كيقول لي عنده شي أرض كيستغلها حسوها لي وفعلا الله يطول عمره والله يخليه لينا حصانة في 3/12/2020 967 هكتار من طرف الملك حصانة اليوم انا كنتفاجئ بخير وعلى خير مزيان تحصينا كنستمعوا بان جينا الاحصاء ديالنا فرحنا اليوم كنتفاجئ 14/6/2023 كنت انا قرب العيد الكبير في 2023 امي مريضه جيت نزورها وشتها وملي كبير جيتي جيت لهنا اييه ما كنتش تماك جيت لعند امي ملي رجعت للدوار كنتفاجئ أن 14/6/2023 كيعلموني شهود كيقول لي بأن الأرض ديالك راه دخلوها عبروها وبغى يديروا تصفية المعدن. شكون هاد الناس؟ ما عرفتيهمش. عرفتهم. لا ديك الساعة أنت ما عرفتش. لا أنا ما عرفهمش. قال لي خالد العنيت هو اللي جاب هاد الناس، هذوك الآخرين ما عرفوا أنا عارف هو الدواري اللي هو المنطقة. هاد السيد هذا اللي جاب لي هاد الناس لما فيت العقار اللي غنقول راه. تقول سمية. لا هذا اللي جاب ما نذكرش السميات هذا اللي جاب ليا هاد السيد اللي ولد المنطقه ديالي ولد البلاد ديالي اللي جاب لها ما يفيد العقار عنده ارض ونفس الارض ديالي وباعها ب 10000 المترو بلاده هو واتحمل مسؤوليتي وبنوا الناس ديور
عشوائيا بالارض ديالو. واليوم الارض ديالي انا جاب ليها مستثمرين لا اعلمهم ما عرفهمش برانيين، واحد كاين في مدينه الدار البيضاء راه كاين في المحاضر واحد كاين في كاين في محاضر الضابطه الاسم ديالو الاسم ديالو كاين في المحاضر الضابطه القضائيه وكاين واحد في مراكش واحد في الدار البيضاء وواحد كيمشي الشواك من مافيا العقار. هاد الناس دخلوا بدون سلوك مسطره قانونيه وأتحمل مسؤوليتي. علموكم قومي لا والو مشراهم ما عندكم والو. واحد النقطه غنعطيها لك اللي غادي نقولها الراي العام، ان كيف يعقل اعضاء الاراضي السلاليه دايرينهم تقليد وامانه على المساكين وعلى الفقراء، كنتغرب كيعطيو كياخذوا المراسله اعضاء. واحد السؤال. نعم في لحيه في لحيه في لحيه في لحيه ما داكشي تبنى فين؟ لا ما كيت هادي حنا فيها الا الزرع والقمح. هاد الناس غيبنيو فيها باغيين يديروا فيها، كيجيبوا من الجبل الحجر وبغى هاد الارض هادي اللي بغاوها بغى يصففوها، والارض ديالي انا بغى يبنيو فيها فين نعسوا الخدامه وفين يخليوا الطوموبيلات ويخليوا السيارات، ولداخل هاد الارض هادي الاخرى اللي داوها باطله بغى يديروا فيها تصفيه المعدن. فكشي المساطر القانونيه حتى جات هي درت الشكايه للسيده الوكيله جلاله الملك المحترمه بحكم الابتدائي بامين تانوت، ودرت ثلاثه الشكايات للسيد وكيل العام. سيدي عندي كل شيء عندي. باش كطالب حاليا؟ انا دابا اناشد جلاله الملك محمد السادس، هو اللي فيه الثقه التامه، انا ما كنثق حتى بحد الا الله وجلاله الملك، الله يطول عمره والله ينصره على الحق والعدل وصاحب المساكن. لان كنعرف واحد النقطه احترامات لكم، ان الحمد لله هاد البلاد ديالنا بغيناها تزيد قدام ما ترجعش للور، لان من زمان ليام الاستعمار محمد الخامس الله يجدد عليه الرحمه استقل لنا البلاد بقدره الله عز وجل، هذا محمد الخامس الله يرحمه، والحسن الثاني الله يجدد عليه الرحمه حتى هو الله يطول عمره يا ربي ولده محمد السادس، ان الحسن الثاني الحسن الثاني ان الحمد لله في 1975 حررنا المسيره، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرح يا ارض بلادي، ارضك صبحت حره مورتنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء، وجاب لنا الصحراء الحسن الثاني الله يجدد عليه رحمه. اما بالنسبه لمحمد السادس اللي حامي البلاد وحامي الشعب وبلد الحريه وبلد القانون وليس بلد الظلم، واليوم باقي الفاسدين، والملك محمد السادس لا يحب الفاسدين. بطبيعه الحال احنا في بلاد الحق والقانون بلاد مؤسسات، انت غتسلك ان شاء الله المساطر. انا درت المساطر القانونيه ولكن ما نصفونيش، ولكن غتنصف باذن الله تعالى بحكم انك عندك ادله كيف ما قلت شي عندك كل شيء. عندي شهود عندي ادله هاد اي واحد. انا كنقول اليوم انا امام راي العام امام الشعب، اي واحد قلت عليه شي كلمه ليس صحيحه ليس ثابته في حقه كنطلب عندك سمياش عندك كل شيء. كنتمنى ان الرساله ديالك توصل تعطي الام ديالك اللي بغات تقول واحد الكلمه حتى هي. راه هي مولات الارض، هي مولات الارض حاجه بغيت الارض ديالك ترجع. الله ينصر سيدنا واسيدي، الله يهدي الله يهديك الله يهدي اللي ما هداه الله، الله يهدي هذوك الناس مساكن بحال التحقار بحال بحيث انا ما عندي خوت ما عندي عمام ما عندي بحال زعما هذاك القسم ديال الارض اللي في ايام الاستعمار هي راه ديال الجماعه حقيقه تعطاتنا ومستغلينها باللي قسم الله، كان مستغل لابويا والوالده الله يوليهم برحمه الله هما والاسلام كفى جميعين، وملي ماتوا تسولين انا واختي انا لحق الحصاد نصيفط لهذيك 20,000 نصيفط لهذيك 10,000 باش تعاون الحصاد راكم عارفين، وفي الحرط كان مشي برجلي نعاونها في التاكتور تتحرط نعاونها في الزريعه، وهذا هو ولد سيدي انا وخويا الله يرحمها. اختي ما عندهاش الاولاد، ملي ماتت اختي وانا قلت صحتي مات لي تقدل على طلوع ورا طلعت وهوت وليني. المهم باش الوكاله لولدك وقع هذا الشيء اللي وقع الله يرحم والديك. انا درت الوكاله لهذا قلت له وليدي الله يعاونك وراه كاينه دار با تما يد تعطاتو تا هي الارض ديالها في قريبه للدوار هذيك الدار. نتمنوا ان الرساله توصل باذن الله تعالى، نتمنوا ان الرساله تكون توصل للناس المعنيين بالامر. واخا خذ اليوم اناشد الشعب المغربي اللي عنده حب الوطنه
لان عندي حب بلادي، حب الوطن المغرب ديالي عزيز عليا. انا اليوم اطلب من الله واطلب من الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، كيف يعقل ان 110 سنوات وحنا كنحرطوا هاد الارض من جد لجد، واليوم كنتفاجئ بلا مافيا العقار دخلوا لي الارض وداوها ليا، واليوم انا وليت متشرد في الشارع. انا اليوم ملي داو لي الارض ودخلوا ليها كنبات في مينتانوت في الشارع. اليوم انا كنطالب من الله ومن الملك، لان عندي الثقه التامه هو الملك والعداله المغربيه، انني وكنطالب من السيد الحموشي الله يطول عمره والسي قائد الدرك الملك العليا بالرباط الله يطول عمرهم، كنطالبهم هاد الناس ديال لا مافيا العقار اللي دخلوا لي الارض يديروا لي تحقيق دقيق ومعمق الله يطول عمرهم. الارض ديالي كاينه في دوار البرج، جماعه سيدي غانم، دائره امين تانوت، عماله شيشاوه. والسلام عليكم ورحمه الله.